خالد سيد محمد امين، خالد امين. انا كليه علوم ملاحه وتكنولوجيا الفضاء. انا اصلا من كفر الشيخ، لكن زي ما انت عارف الكليه واحده على مستوى الجمهوريه، فانا بدرس هنا في جامعه بني سويف. كنت رئيس اتحاد علوم ملاحه 3 سنوات، على مدار 3 سنوات اللي فاتت المتواليه. والسنه دي ان شاء الله شرفت باتحاد طلاب جامعه بني سويف. انا كان ليا حلم زمان ان ادرس حاجه ليها خاص لها علاقه بالطيران. بعد كده لما كبرت شوية بدأت أدخل شوية في مجال الفضاء دوت. إيه هو؟ عبارة عن إيه؟ يعني إيه إنك تتخطى أصلا الغلاف الجوي إنك وتخرج للفضاء الخارجي. بعدها سبحان الله يعني جيت في سنة تخرجي من الثانوية العامة، كانت كلية علوم ملاحة كانت أول سنة بتفتح فيها، فجيت هنا علوم ملاحة، وكان ليا الشرف إن أنا أكون أول رئيس اتحاد لجامعة بني سويف السنة دي من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مسيرة 3 سنين من رئاسة اتحاد علوم ملاحة. أول رئيس اتحاد طلاب في الجامعات المصرية يبقى من طلاب ذوي الهمم. هو كان السنة دي تم اختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف، وكان بالتزكية، وده ليه يعني معنى مهم جدا، ان الناس اللي حواليه والطلاب وزمايله طلبوا منه انه ينزل الانتخابات وزكوه انه بقى رئيس الاتحاد، وده يدل على الوعي والثقافة اللي هم وصل لهم بالاهتمام بذوي الهمم. الجامعة طبعا يمكن احنا اول جامعة انشئ فيها كلية علوم ذوي الاعاقة، ودي كلية فريدة ومتنوعة في الشرق الاوسط، وفيها دراسة للست اعاقات الذهنية والتخاطب والبصر والسمع والاعاقات الحركية. كمان تم انشاء المركز القومي للاطفال ذوي الاعاقه، فده يعني مخلي ان الجامعه بتاعتنا مهتمه بهذا المحور ومهتمه بهذا القطاع من الطلاب. ومن احنا مش بس بنهتم بالطلاب، بالعكس بالناس المحيطه في المحافظه عندنا.